أهلا بكم إلى أخبار ليبيا. والبداية بإعلان شركة العامة للكهرباء تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة وإدخالها على مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية الخامسة. أعلن جهاز النهر الصناعي أن إيقاف الإمداد المائي سيكون لمدة يومين على مناطق شرق بنغازي ابتداء من اليوم لإجراء أعمال الترحيل والربط للخط الناقل للمياه. بشرت شركة هاتف ليبيا مكتب اتصالات أوباري في ربط شبكة الألياف البصرية الخاصة بمنظومة الملاحة الجوية وما يتبعها من خدمات بمطار أوباري المدنية. تمكن جهاز البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على تاجر ممنوعات من ذوي السوابق الجنائية تتمثل في المخدرات وبيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. أعلن جهاز الحرس البلدي ببنغازي أن الدوريات الأمنية المشتركة المكونة من جهاز الحرس البلدي قامت بضبط 134 مخالفة للتسعيرة شملت العديد من الأنشطة التجارية. تفوق الأهلي طرابلس على نظيره المدينة بهدفين ضمن منافسة المجموعة الثانية من الدوري الممتاز ليتصدر الترتيب العام برصيد 14 نقطة في حين يستقر المدينة عند النقطة 12 في الترتيب الثاني. نهاية النشرة وإلى اللقاء.